أنا حلمت قبل شهرين نعم كذا، كان حن في الجو كان في الليل، يعني الوقت كان في الليل، وإني كان بيني وبين زوجي مشكلة، أنا عندي ولدين. نعم. وبعدها رحنا عند حرمتين أزواجهم في الواقع يقربون لزوجي، أي وكأنهم ساكنين في بيت عفوا دورين. المشكلة في الواقع ولا في المنام؟ لا لا في الملام، أنا حلمت في الحرمتين هذه إني رحت لهم وأنا وزوجي متهاوشين. أي هم في الواقع ساكنين عندنا بس مو هم ساكنين في بيت واحد، بس بالحلم كأني شفتهم في بيت واحد، واحدة فوق واحدة تحت. نعم. كذا كأني طلعت عند اللي فوق وكنت متضايقة مرة من زوجي شوي، وتمشكلت أنا وياه مرة ثانية وطلعت من بيتهم، طلعت وأنا زعلانة، قلت له حد هنا وكفاية، وخليت أولادي وطلعت. كان الدنيا ظلام، طلعت من بيتهم كان قدامي زي المزرعة كبيرة كلها أشجار حيطة فيها، من جوا ما في زي الملعب، كانت الدنيا ظلام مرة. دخلت على نص المزرعة ولقيت حصان، ركبت عليه وكان الحصان كبير، يعني أشوف المزرعة تحتي، وأقول مشى فيني، وكان زوجي وراي يلحقني، مشى كذا فترة بعدين لف والتفت زوجي ما عادوا فيه. قلت الحمد لله، يعني صرت أشوف الدنيا كذا حلوة، يعني ما يخوف صوت، يعني في أمان، لأني كنت مرتفعة ارتحت كذا. بس إني أقول في بالي ليش الخيل حجمه كبير، كان لونه بيج على أبيض، أي شوي ورجع الحجم الطبيعي وانتهى الحلم. كم عمرك يا أم فهد؟ 36. متى الرؤية هذه؟ قبل شهرين. زوجك كم عمره؟ 40. وانت ارتحتي لما غاب الزوج في المنام؟ ايوه، لانه كان مره، بس انه كان حجمه صغير، يعني كان تحتي كذا من ورا وطالع فيه وانا في الخيل، والتفت كم مره في الاخير ما عاد شفته، اختفى. ايوه وارتحت، وقف الحصان والتفت، قلت الحمد لله هذا الحصان خلاني اشوف الارض تحتي وحسيت بالامان، يعني لو جاني شيء بشوفه. يعزك الله سبحانه وتعالى ويرفع شأنك، وإن شاء الله أن يكون هذا الأمر قريب، وعليك بالدعاء لزوجك. كيف يا شيخ؟ يعني في شيء في أمر؟ أقول عليك بالدعاء لزوجك، إن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره ويصلح حالك وحاله.